معنا السيد عيسى فتحي العضو المنتدب لشركة القاهرة لتداول الأوراق المالية. مرحبا بك أستاذ عيسى، ودائما ما يعني أريد أن أسمع رأيك، أحيانا يخالف الآراء التي نسمعها من الكثير من المحللين، نريد فعلا وجهات نظر مختلفة. ما الذي يستفيد منه الاقتصاد المصري إذا ما تمت عمليات التعويم في هذه الفترة القصيرة؟ هل ما يزال الاقتصاد المصري يحتاج إلى وقت قبل أن نصل إلى هذه المستويات؟ طيب ما رؤيتك أيضا لعملية السوق الموازية؟ من يستطيع أن يصل بهذه الارتفاعات القوية للدولار أمام الجنيه؟ يعني من يتحكم حاليا بهذه الأسعار؟ يعني أولا فكرة التعويم في حد ذاتها أعتقد أنه لا توجد اقتصاديات تذكر أنها ماشية بموضوع التعويم الكامل. يعني التعويم إما مضار أو في سياسة تثبيت بتتم بطريقة فيها قدر من المرونة. المشكلة إن احنا اختزلنا الاقتصاد المصري في قضية سعر الصرف، وكأن سعر الصرف هو الذي سينقذنا. لو أصبح الدولار ب 20 جنيه أو ب 50 جنيه، هل هذا سيؤدي إلى إتاحته أم لا؟ هي الفكرة كلها إنه لابد يبقى البحث كيف نزيد الموارد من النقد الأجنبي. نعم. سواء بقروض أو بودائع أو بالسياحة أو بتحويلات المصريين في الخارج، حتى يمكن أن يكون الطريق مرصوفا إلى أي نظام للصرف ممكن أن نبني عليه. أما اختزال المسألة في سعر الصرف أعتقد ده نوع من سكب البنزين على النار وليس إطفاء الأزمة، خاصة أنه المصريين سواء كانوا مؤسسات أو أفراد في هذه المسألة يفقهون أعين اقتصادهم بأيديهم. لأن النهاردة بنقول الدولار ب14 جنيه في السوق السوداء و8 جنيه 80 قرش في السوق الرسمية أو طبق العطاء البنك المركزي الأخير. هذه الفجوة إذا ما كانش النهاردة عشان أوصل لسعر موحد لابد أن يكون الدولة أو البنك المركزي لديه ما يستطيع أن يحافظ به على سعر واحد ويجعل شركات الصرافة كما كانت عليه في الفترة السابقة على 2011 متساوية مع البنوك تقريبا، بل كانت البنوك تفوقها بقرش أو قرشين بالنسبة لسعر العملة. إذن هنا مناط البحث يبقى كيف نزيد موارد النقد الأجنبي حتى يمكن السيطرة على السوق الآخر الذي يتم الإعلام عنه بصورة كما لو كان هو السوق الرسمي. يعني الإعلام النهاردة الصحف كله بيتكلم على السوق غير الرسمي باعتباره هو السوق الحقيقي، والمسألة ماشية في إطار ابتزاز الدولة والضغط على الدولة لاتخاذ خطوة غير مستعدة لها. نعم، يعني واضح أنه يوجد، يعني نلاحظ أن هناك نوع من التوجهات في عملية لي ذراع المركزي للتسريع في عملية التعويم. لكن ماذا طيب عن إجراءات الحكومة فيما يتعلق برفض الموارد الأجنبية؟ يعني حتى على الأقل كما ذكرت لكي تقطع الطريق أمام فقط بس هذا السوق ضمن اتجاه واحد هو التركيز على التعويم وعوضا عن التركيز عن الموارد. طيب السياحة ما هو مآلها في هذه المرحلة بالنسبة حتى للقطاعات الاستثمارية والصناعية والتنموية؟ كيف هي أوضاعها وهي التي كان يعتمد عليها بشكل كبير في عملية أيضا الاحتياطي الأجنبي؟ يجب أن يعلم الجميع أن مصر تحارب من اتجاهات عديدة سواء من داخلها أو من خارجها أو حتى من الدول التي كانت تقدم منها السياح. النهاردة ما الذي يعرقل روسيا عن أنها تبعت سياحة حتى الآن في حين أنها تركيا بعد يومين من عملية إرهابية كبيرة تمت فيها كانت السياحة الروسية تتدفق في تركيا. النهاردة السياحة الأوروبية بتأتلنا على استحياء في صورة رحلات تافهة 100 شخص 1000 شخص بتروح الأقصر بتروح شرم الشيخ بتروح هنا أو هنا. مصر بتخنق اقتصاديا أو من خلال الضغط عليها من هذه المواقع، خاصة أن الميزان التجاري لا يسعف في تعويض هذه الخسائر، بالعكس كان عجز الميزان التجاري بيغطى من تحويلات المصريين في الخارج والإيرادات السياحية. النهاردة دول بقى فيهم مشكلة، المصريين في الخارج طمعانين في أسعار أعلى وبينسوا حاجة مهمة جدا أنه السعر الدولار المرتفع معناه أنه أهله اللي موجودين هنا بيشتروا سلع بأسعار أغلى وبالتالي بيبعت لهم مصاريف أكتر من اللي كان بيتم بها الأمور قبل ذلك. إذن المسألة النهاردة برضه عاوزين نقول أنه ليس التخفيض هو الذي سيزيد الصادرات،
مصر في 2013 كانت تصدر ب 27 مليار دولار، وكان سعر الصرف وقتها 6 جنيه و4 قروش. في 2015 مصر وصل فيها الدولار 8 جنيه رسمي، والصادرات انخفضت إلى 22 مليار دولار. النقطة الذي يجب أن يفهمها الجميع أن معظم صادراتنا بتعتمد على مكون أجنبي، سواء في المستلزمات أو في الخامات. نعم. الأمر اللي بيجعل تنافسية المنتج اللي ممكن تصديره من مصر بتقل مع انخفاض قيمة الجنيه. وبالتالي كنا بنصدر أكتر لما كان الدولار بخمسة جنيه سبعين، وكانت السياحة بتيجي أكتر عند ده، رغم أن النهاردة مصر في ضوء السعر اللي موجود في السوق الموازية المفروض تأتي إليها السياحة أفواجا وملايين كثيرة. نعم. لكن واضح أن المسألة بيتحكم فيها اعتبارات سياسية أكتر ما بتتحكم فيها الاعتبارات الاقتصادية. حتى الاستثمار الأجنبي اللي بنتحجج بيه ونقول أنه مش هيأتي إلا وجود سعر صرف موحد أو سعر صرف حقيقي، هذا الاستثمار الأجنبي أيضا بيبتز برضو الدولة المصرية ويريد أن يجبرها على أمور، والدولة حتى لو عملت هذا لن تأتي هذه الاستثمارات إلا إذا أتت لها الموافقات من مراكزها الرئيسية. نعم. في مراكز اتخاذ القرار في هذه الدول. نعم. طيب ماذا عن السوق المالية؟ كيف تعكس هذا الأمر؟ واضح لأنه دائما حساسية السوق المالية عادة ما تكون أقوى، يعني وهي تتحسس الخطوات التي يمكن أن تسير بها الاقتصادات. اليوم عدنا لمستويات من الارتفاعات أيضا قياسية، هل لأن موضوع الجنيه هو الذي أيضا يتحكم بهذه التداولات؟ هو السوق في هذا الأسبوع تحرك كما لو كانت الأمور يقينا سوف يكون في تخفيض ظهر اليوم، وهذا الكلام اللي بشرت به إحدى شركات الاستثمار في بداية الأسبوع، وإن كان طبعا جاء عطاء البنك المركزي يعني عرقل هذه التوقعات أو جعل هذه التوقعات غير دقيقة. يعني طبعا ما يحدث في السوق المصرية هذا الأسبوع هو ما جرى يوم 29 يوم 30 مارس 2003 عندما تم تخفيض قيمة الجنيه من 3 جنيه 40 ل 5 جنيه 51 ارتفع بها الدولار. حصل أن البورصة كانت بترتفع ارتفاعات قياسية في هذه الفترة، لأنه كان الأسهم بالسعر الصرف الجديد أصبحت رخيصة. واللي يدل على كده تداولات الأجانب خلال الثلاث أيام اللي فاتوا، نجد عندهم صافي شراء قوي جدا وواضح في الثلاث جلسات، لأن هم على يقين بأن خطوة التخفيض قادمة. قد يكون الأمر بالنسبة لهم مسألة وقت وبيراهنوا على هذا الوقت، لكن أنا في تقديري مصر لن تقدم على أي تخفيض في قيمة الجنيه إلا بعد أو هيكون متعاصر مع الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي، وأعتقد أن ده يتم قبل نوفمبر القادم. يعني أشكرك أستاذ عيسى فتحي العضو المنتدب لشركة القاهرة لتداول الأوراق المالية على كل هذه المعلومات.